هل تريد أن تختفي؟ هل سمعت عن بيئة الاختفاء التي تجعل منك أن تختفي تماما لتصبح شخص غير مرئي؟ تابع الفيديو حتى النهاية. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة من خيال وعلم. موضوع اليوم سيكون موضوع شيق، موضوع هو في الخيال ولكنه ليس في الواقع. سنتكلم اليوم بإذن الله عن سترة الاختفاء أو عباءة الاختفاء أو الاختفاء بشكل عام. طبعا موضوع اليوم هو موضوع شيق، فيه الكثير من الروايات التي كتبت في هذا الموضوع والأفلام التي أنتجت لتدوين أو لتقضية هذا الموضوع. طبعا كأول رواية سجلت بالنسبة لموضوع الاختفاء أو سترة الاختفاء هي للمبدع والكاتب والمؤلف هربرت جورج ويلز 1897، الذي قام بكتابة هذه الرواية وتم تدوينها عليها مسلسل في جريدة بيرسون، وكذلك في نفس العام تم كتابتها على هيئة رواية. طبعا يتحدث الكاتب في روايته عن وجود غريفن، عالم البصريات الذي قام بعد إجراء العديد من التجارب بإنتاج أو صنع سترة الاختفاء التي تستطيع أن تقوم بإنعكاس الضوء وكذلك امتصاص الهواء، وبالتالي فإنها تستطيع أن تقوم بعملية التخفي لمن يقوم بارتدائها. بعد ذلك تلتها الكثير من الأفلام، لعل الفيلم الذي تطرق إلى نفس الرواية هو فيلم The Visible Man. الفيلم طبعا يتحدث عن وجود سترة يقوم بارتدائها بطل الفيلم، والتي يستطيع عن طريقها الاختفاء وتحقيق أهدافه، سواء أهدافه الإجرامية أو الانتقام أو غيرها. وبالتالي فإن الفيلم يتحدث عن وجود سترة الاختفاء، وفي حال وجودها ما الذي سيقوم به الإنسان أو الأشخاص إن امتلكوا هذا النوع من الأداة التي تعتبر خطيرة جدا. كذلك هناك فيلم آخر يسمى فيلم هومان، وهذا الفيلم أيضا يتحدث عن وجود مجموعة من الباحثين الذين قاموا بحقن أحد الأشخاص كتجربة مادة. هذه المادة سببت لبطل الفيلم الاختفاء، وبالتالي اختفاء جميع أعضائه وجسمه وأصبح شخص مخفي تماما. وبعد ذلك وهو كذلك حاول أن يعود إلى طبيعته ولكنه لم يستطع. فبعد ذلك مجموعة من أطباء التجميل بعمل بعض المواد التجميلية وكذلك صنع جسم صناعي حتى يكون الشخص ظاهر، إلا أنه لم يرغب بذلك الحل، وقام هذا البطل بالانتقام من جميع من قاموا بإجراء التجربة عليه، ولم يستطع أحد أن يقوم باكتشافه نتيجة أنه شخص مخفي. كذلك هنالك أيضا لعلها أبرز فيلم، وهو من الأفلام الشهيرة جدا سلسلة هاري بوتر. هاري بوتر طبعا كما لاحظنا بعد أن أتي له ستارة الاختفاء الذي كان يستخدمها في الدخول إلى المدرسة، وكذلك تحقيق بعض الأشياء التي كان يقوم بها والتخفي من الأعداء الذين كانوا يتربصون به دائما في سلسلة هاري بوتر.
وكذلك ظهرت بعض الأبحاث وبعض التجارب قام بها علماء من أمريكا وبريطانيا ومن باقي دول العالم حول هذا الموضوع، إلا أنهم أكدوا غالبية العلماء أنه لا يمكن تصنيع سترة تقوم بعكس الضوء وكذلك امتصاص الهواء، وبالتالي فإنها تكون غير مرئية لأنه صعب جدا إنتاج هذا النوع من السترة. وإن كان هناك بعض العلماء يؤكدون أنه بوجود تقنية النانو تكنولوجي يمكن عمل سترة يستطيع عن طريقها التخفي وعدم ظهور الأشخاص الذين يرتدونها أمام ناظر الناس. بالنسبة لي أيضا فيديو انتشر قبل فترة أو قبل عام أو قبل سنوات، هذا الفيديو طبعا هو لأحد الصينيين وهو يدعى شينغ تشيكو، نائب مدير أمن الجنايات بوزارة الأمن الصينية، بعمل هذا الفيديو، والفيديو طبعا حاز على أكثر من 21 مليون مشاهدة، والكثير من رتبهم الخوف والتصديق بوجود سترة حقيقية تقوم بالتخفي وبالتالي استخدامها الناس في الكثير من المطامع لهم، إلا أنه أكد من قام بالفيديو أنه يحلم بأن يقوم بإنتاج هذه السترة واستخدامها للقوات أو الجيش، وبالتالي التخفي أثناء المداهمات الليلية باستخدام الكاميرات وغيرها. فهذا النوع من الفيديوهات كان مجرد ترويج لا أكثر، ليس له حقيقة أو ليس له وجود من الواقع، لكن دعونا نفترض أن هذه السترة متواجدة لدينا. نلاحظ أنها نفس السترة التي كان يستخدمها هاري بوتر والتي حصل عليها، كذلك هذا السترة الذي استخدمها الآن وأريكم هي تقوم بنفس المهام وهي مهام التخفي. فتخيلوا معنا أن هذه السترة التي تلاحظونها الآن موجودة على الحقيقة أو على الواقع كما نلاحظ، ما الذي ستقوم بعمله في حال وجود هذا النوع من السترة إن امتلكت نوعها وكانت على حقيقة متواجدة؟ ما الذي ستقوم به؟ إذا هذه هي السترة التي استخدمت، نفس السترة التي استخدمت في الفيديو السابق وكذلك استخدمت في هاري بوتر والأفلام التي أنتجت، وبالتالي فإنها مجرد وهم وليس حقيقة، مجرد أيضا دبلجة باستخدام برامج المونتاج الفيديو وكذلك استخدام الشاشة الأخضر وغيرها، وبالتالي على أرض الواقع لا توجد هناك سترة اختفاء. فهذه السترة إن وجدت سيكون لها استخدامين، استخدام إيجابي واستخدام سلبي. إن استخدمنا في الجانب الإيجابي فممكن استخدامها في التصوير الخاص بالحيوانات، بوضع الكاميرات في الغابات وبالتالي عدم ملاحظة الحيوانات للكاميرات وعدم مضايقتها، وبالتالي ممكن استخدام البحث في هذا النوع من الأشياء، كذلك استخدام هذا النوع من السترة لرجال الأمن أثناء وضعهم في أماكن حساسة وبالتالي حفظ أمن المنشآت العامة والحكومية وكذلك الدولة. أما بالنسبة للجانب السلبي الذي يمكن استخدامه، فأنا استخدامه في جانب عسكري والذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة أرواح الكثير من البشر، وكذلك استخدامه في الأشخاص الذين هم سلبيين بشكل عام في سرقة الكثير من سرقة أموال الناس والبنوك وغيرها، وبالتالي ستلاحظ أن هناك عمليات سطو كثيرة، وأيضا ممكن أن يستخدموها الكثير من الأشخاص في الاقتيال وقتل أشخاص آخرين دون أن يعرف الكثير أو يعرف أشخاص من الذي قام بهذه العملية. وبالتالي في وجود هذا النوع من السترة أنا شخصيا لا أفضل أن تكون متواجدة، سيسبب الكثير من المشاكل عكس ما نتوقعه أنه سيكون جانب إيجابي. في نهاية الفيديو أتمنى أن أعطيتكم معلومات بسيطة عن هذا النوع من الخيال العلمي الذي ترجم إلى أفلام وأيضا ترجم إلى بعض الفيديوهات التي ربما الكثير ظن أنها حقيقة ولكنها مجرد خيال، إلا أنه في الواقع لا يوجد لك سترة اختفاء ولا يوجد لك تخفي. نتمنى منكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.